انا عندي بقى مشاكل في الجلد. احنا دلوقتي مناعتنا وقعت، واول ما تبان المناعه الواقعه بتبان على الجلد، صح ولا لا؟ واحد جلده شاحب يبقى عنده ايه؟ عنده انيميا، لونه مخطوف خايف. طيب في واحد لون جلده محمر يبقى ممكن يكون متعرض لحراره. طيب في لون واحد لون جسمه لونه اسود مسود، السواد ده جاي منين؟ ممكن يكون بيكذب، ممكن بيكون شحات، وانت عارف اي واحد شحات اقول تبرعوا في القنوات التلفزيونيه لازم وشه يسود، لانه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هتسود وجوه مين؟ الشحاتين، هتسود في الدنيا وتسود في الاخره. طيب ممكن السواد ده يكون مرضي، عنده اديسون، عنده ليفر ديزيز، مرض فشل كبدي فمسود مسود وشه، يعني ممكن يكون عنده مرض مبوظ السواد، لكن ممكن ما يكونش اسود، ممكن يكون ابيض. والبياض ده بقى الزياده عن اللازم هيسموه ايه؟ ها؟ البينو، والبينو ده ممكن يكون وراثه، ممكن تكون حتت 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 حتت، اسمه ايه ده؟ بهاء، مش كده ولا ايه؟ وممكن يكون حتت وعليها قشر زي الصدف، قشر زي السمك، يبقى ايه؟ صدفيه، ممكن يكون فقاقيع فقاقيع فقاقيع، يبقى مرض ذو الفقاعه، في بقى 20 مرض في الجلد، ها؟ وممكن قوي حزام ناري، الحزام الناري ده يجي من ورا يحزمك بقى، يجي هنا في عينيك، يجي من ورا يحزمك لقدام وتلاقي الم الم شديد جدا، ده اسمه ايه؟ الحزام الناري، ساعات بيعملوا الهربس بتاع الفقاقيع ده. على اي حال احنا ممكن من الجلد ده، انا قدمت 20 علاج للجلد من جوه ومن بره، من جوه ومن بره. من جوه لازم ادي خميره، ولازم اقول لك ما تسهرش عشان السهر بيبوظ الجلد والشعر، ولازم اديك زبادي وعسل نحل، ولازم اديك سلطه خضراء مع اي اكل، وممكن اديك عرق سوس، اللي بيلحم بره يلحم جوه، احفظ من الدكتور جوده، اللي بيلحم بره يلحم جوه، وقبل ما تعالج الجلد من بره عالجه من جوه. اللي يلحم القولون من جوه يلحم الجلد من بره، كلام واضح. كوبايه عرق سوس سخنه بتلحم الامعاء وتعالج قرحه المعده وقرح الاثنى عشر والقولون، وتعالج الجرح من بره، لو عندي جرح ما بيلحمش. معلقه عرق سوس الصبح ومعلقه عرق سوس بالليل. اللي يلحم من بره يلحم من جوه، وهكذا. الخميره، الخميره البيره بتاع الفرن، ربع معلقه على كوبايه زبادي. سلطة الخضار بتخلي الجلد يلحم، لازم طبق سلطة مع أي أكل. العسل والبروبلز بنديها دهان في الحاجات اللي هي فيها قرح. زيت لبان الذكر، زيت لبان الذكر ده بنديه شرب وبنديه دهان. نجيب لبان ذكر نطحنه عليه زيت زيتون ومعلقة ثلاث مرات أو تدهن بيها الجلد. ممكن أدي الالتروكسين والفوليك أسيد، وممكن أدي دلتا فيت ونوروبيون، وممكن أدي صمغ عربي. الصمغ العربي بيلحم بره وبيلحم جوه. يعني ممكن أعمل الصمغ العربي معلقة على ربع كوباية مية أشربها، وممكن معلقه على ربع كوبايه ميه وادعك بيها جلدي. طيب الدهانات اللي من بره بقى، هديك 15 دهان. في دهان اللي هي كبسوله المناعه اللي هو قرنفل ولبان ذكر ومر بطارخ و ده ممكن احطه دهان؟ اه. طيب ممكن احط حنه بقرض؟ رهيبه، الجروح اللي بتجيب دم تحطها تاني يوم تلحم. طيب ممكن اعمل دهان صبار؟ الصبار عند الناس كلها من اجمل الحاجات اللي بتروق الجلد. في دهان اسمه دهان قهوه البن الساده، وافكركم زمان لما كان اي حد بيتعور او يتجرح نجري على طول نكتمه ببن، الناس نسي البن، دلوقتي البن بنعمله قهوه. فالبن اسرع علاج يلحم الجلد من بره ومن جوه، واللي عنده السريتيف كولايتس انا بعمله ثلاث معالق بن وست كوبايات ميه، حقنه شرجيه كل يوم يخلي القولون يلحم من جوه. في دهان زيت وخل، ربع كوبايه زيت ربع كوبايه خل وقطنه وتدعك جسمك، بيشيل الهرش في خمس دقائق. في دهان ملح مركز، الناس اللي عندها حبوب ومش نافع معاها اي دهان ولا اي مرهم، معلقه ملح بتاع الاكل بتاعنا وربع كوبايه ميه ودافيه، ودهن الحبوب ثلاث مرات تنشف. عندنا دهان بقشر الليمون في خل، الناس اللي عندها هربس وعندها فقاقيع وعندها امراض جلديه لا تعالج ابدا، بجيب قشر الليمون واقشره واحطه في الخل. ممكن انا لو عندي فقاقيع وحتت جلديه مش عايزه تخف، بجيب قشر الليمون اتنقع في الخل طول الليل والفه حوالين المناطق اللي مش عايزه تخف واغطيها بلاستر، يوم اتنين تلاتة كل الامراض الجلديه بتخف. عندنا دهان صمغ عربي ودهان لبان ذكر قلنا عليه ودهان مغلي قرنفل سخن، معلقه قرنفل في كوبايتين ميه واغليها خمس دقائق بقطنه، يشيل كل بلاوي الجلد. في طبعا زيوت كتير قوي، منها مثلا دهان بذر قطونه، دهان عرق سوس، دهان بذر خله في الخل، دهان التوم في الخل. فصين توم منوعين في ربع كوبايه خل، بيديلك اقوى علاج للفيروسات، نقط ودهان ومضمضه.